ضد مالي عندما رفعت الراية في يداي كان احساسا رائعا بطبيعه الحال. عكسنا باننا شعبا واحدا بغض النظر كونك بربري او عربي، هذا لم يكن مهما. هذا الشعور سينتابك ايضا لو كنت تركيا او اوروبيا او من اي بلد اخر. ملايين المغاربة كانوا يحلمون في تلك اللحظة أن يكونوا على أرضية الملعب وأن يدافعوا عن ألوان المنتخب الوطني المغربي، وأنا أعتز كوني مغربي. دوسبورغ مدينة صناعية ألمانية في منطقة الرو. إلى هنا هاجر والد يوسف البختري قبل 40 عاما. وفرت هذه المنطقة العمل لآلاف المغاربة الذين هاجروا إلى ألمانيا مطلع الستينيات من القرن الماضي. كانوا يعملون بالأساس في الصناعات الكيماوية والمناجم. هنا بدأ شغف يوسف المختار بالكرة. منطقة الرور تضم أندية كبرى على رأسها شلك 04. منطقة الرور وفرت للمهاجرين حياة كريمة. غنى المنطقة جعلهم من بين الجاليات الأفضل حالا في أوروبا. المختاري ولد في الناظور وانتقل للعيش رفقة عائلته في ألمانيا وهو طفل. والده لم يتوقع ابدا ان مختاري الطفل سياخذ اسم العائله عاليا، ليس فقط في موطنه الحالي المانيا لكن ايضا في وطنه الاصلي المغرب. والله العظيم الحمد لله منين ولدي وصل حتى هذا الهدف مزيان، فرحانين فرحان وانت حتى انتم فرحانين معنا، ولو كان جابوا هذاك على الكاس يكون اكثر فرحان. مختاري 28 عاما، انه نجم ديوسبورغ دون منازع. لكن الجمهور المغربي اكتشفه أول مرة خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2004. كاد أن يكون نجم النهاية. طبيعي أحسن ذكرى بالنسبة إلي كأس إفريقيا للأمم 2004. كنا على وشك تحقيق حلم الفوز بالكأس، لكن دون أن نبلغ ذلك تونس استفادت كثيرا من اللعب على أرضها وأمام جمهورها. رغم الهزيمة مختاري يذكر تلك اللحظات بإحساس خاص. رحلنا إلى أكادير إلى القصر الملكي ووشحنا جلالة الملك. سافرنا على متن الحافلة إلى الدار البيضاء، ملايين المشجعين، لا أكاد أصدق حتى الآن. كنت في قمة السعادة، إنها لحظة يتعذر علي وصفها، يجب أن تعاش. ملايين المغاربة يهتفون باسمي ويهتفون باسم المغرب. إحساس سعادة عارم لا يمكن أن يوصف. مختاري يتحدث الألمانية فقط، مع ذلك فإنه يتفاعل مع كل ما هو مغربي بحب خاص. رغم نشأته في بيئة غربية فإنه مغربي أصيل. ولدت في الناظور لكنني أحب أيضا مدن أخرى، مراكش والدار البيضاء وأكادير. المغرب بلد جميل، المغرب لديه العديد من المقومات. 16 نوفمبر 2007 يوسف المختاري يعود إلى المنتخب الوطني المغربي بعد غياب لعامين كاملين، كان ذلك على ستاد دو فرانس ضد فرنسا. الهدف الثاني الذي سجله في مرمى الفرنسيين أعاد المختاري إلى الواجهة ليس فقط في المغرب ولكن أيضا في ألمانيا، حيث تعيش جاليات مغربية عريضة.
اكتشفه الذكي وعاد اوري ميشيل اكتشافه. اوري ميشيل مدرب اوروبي وبالتالي يجلب معه الانضباط الضروري للاعب سليم. انه يحب العمل مع مجموعه مستقره ولا يعتمد سوى تغييرين او ثلاثه اذا اصيب لاعب ما، وهذه مهمه لاستقرار الفريق. ديوسبورغ هو خامس نادي الماني يلعب له يوسف المختاري. تألق في السابق رفقة إنرجي كوتبوس وإفسي كولونيا. فريقه الحالي لن يحتفظ به لوقت طويل. أندية ألمانية كبرى بعين على يوسف كإنتراخت فرانكفورت وبروسيا دورتموند، لكنه يركز اللحظة على مشاركته المقبلة في كأس إفريقيا للأمم رفقة المنتخب الوطني المغربي. هذا يؤرق زملائه في دوسبورغ، إنهم في أمس الحاجة إليه، خصوصا وأن النادي يواجه مرحلة صعبة في منافسات الدوري المحلي. للأسف سيرحل إلى كأس إفريقيا رقة المغرب، هذا سيخلق بعض المشاكل لدوسبورغ. إنه بمثابة أخي الأكبر، هو الآخر يأتي من إفريقيا، إنه يمدني بالنصائح، هذا مهم لأنني حديث العهد بالمجموعة. أحد نجوم دوسبورغ منصح إشياكو أحد نجوم منتخب نيجيريا. أنا على يقين بأن المغرب سيتأهل إلى الدور الثاني. بالطبع المرشح هو غانا منظم الدورة. أعتقد المنتخبان سيتأهلان. يوسف واعي كل الوعي بجسامة المسؤولية. الجماهير المغربية والعربية تتفاعل مع أدائه بإحساس خاص. هذه كلمة أخيرة منه للجمهور المغربي. بالنسبة لأي مغربي أينما يعيش، اعتزازه كبير كونه مغربيا. أنا أظن أي مغربي فخور بالدفاع عن قميص المنتخب الوطني، وأنا ضمنه. أن تلعب لبلدك كأنك في معركة، ومن الواجب أن تنتصر، والنصر يمنحك إحساسا لا يوصف.